يا عادلين الهوى ما يفيد الكلام مسكين ما قد بلي بالغرام ما الحب مسعود تعرف نادر الشراري؟ او نعم تعرفه بالله؟ والله عارف ما شاء الله تبارك الرحمن حلوة او نعم مليون نعم اشهد بسم الله ما شاء الله بعد الصوت ولا راس طيب سلسل دعم غريب علي نادر الشراري دوبه ولد دوبه ان شاء الله صاحب مسعود اي والله عارفه من قريب قبلت نادر همون عليه رجال ايه ترى خوه ما شاء الله والصوت خوه نويه اللهم لي والنعم طيب راس سلام نعم الرجل اسلوب يا اخي ودك الى هالرجل مو هذا اللي قبلها والله اول ما استقبل الحدود هم قبل ما يا اخي في شبه من مسعود ما انا هو نادر يا اخي علي له شيت الله لا يفرقهم الله لا يفرقهم ولا منشد شاعر ولا منشد منشد ابو شاعر حبني وحبت قبل كم قبل يمكن شهر جانا في الاستديو هو يا واحد هو ايه لو بناخي مثال من سيدي ذا لك انت منشد لا الحمد الطويل حمد الطويل نعم والله وسبي نعم استديو هاي تون مرحبا ومساء شو اسمه ابو عبد هاي تون نعم تعال هيك نادر عارفه قبل يا رحمة يا تظهر رجل من طوره نحن رجل من لا نظر سمنا برجل خالي لا تغير الحمية تظهر الرجل من طرح لا نظر سمنا برجل خالي لا ولد عمي ولا هو ولد خال دقلة الشجعان في الحرب مشهور انا ولد عمي ولا لسرتني الضيقة ورافقني التشتيت اشوف الطريق المستوي راس قدية خطوط السعودية مملة وانا مليت حلالة يا متن الخطوط السعودية يا ويل وعز الله ان نزلتها اقوى من طلعتها مشعل قصيدة كاتب انا سيارة اعطني اعطني خليني العب فيه قصيدة طرها الطيارة تل قلبي تل تلي للسماء من تلة الله نزلة والله كيف كتبها وانا في مطار الكويت طاير قطر ها ايوه تل قلبي تل ولا نزلت في الكويت في قطر الا انا مخلصها تل قلبي تل تلي طبعا قبل 4 سنين من خلاص لا قبل 3 سنين كانت يعني توني بادي شيت تل قلبي تل تلي للسماء من تلة ها تل هلي لا بعد صلى ولا جاء مكة يا يوم دارت واستدارت وثبتت بأمر الله فاقبلت عذب الطواريق بمشتكة وداهمتني ذا القوى في من القلبي مله وقلت لها دوس تمت قال ما منفك الله الله والله إن كني من اللي صار واطم مله وكم من بين الضروع العود حزن وضكة ألعب البيلوت ويقولون هو بك خله لا تحد اللعب يا رجال ما معكك قلت ما يلام من هو صاحبها محتلة غارقا في الحب وانتو تلعبون صكة يا سلام من القريحة جاتكم مشتلة بس يقول أك الله عليك سلام يا سلام الله يوسع مسعود صح لسانك تغير تك تك تكتب قصيد اي والله اكتب اقرب قصيده لك شيء لي انا مش كتبتها يعني ايه القصيده اللي كتبها فيني قديم فيك ايه تذكرها بعد بطت لا لا انا ابغى قصيده قريبه لك اللي انا كاتبها يعني ايه طيارتي يا عيون اللي من امسه ما تعشى يا زين ممشى الارض لو هي مسافات لا شو اسمها يقول انا لا تغيرك الليالي ويغريك الغياب وشبة طافية مثل حين ناظر السم ونجوم والقمر ويلي ويلي عمو نيب طفي الاضاءة لا خلي طفي الاضاءة خلنا نستانس نستكن هو يوم واحد صوتك لا صوتك ينسيني من الهم والاحزان ابان انا بس صوتك جيت وجبت معي ابا كفو بعد ما جاب جيت يا ابو القصيده سمعت صوتك يلا اسلم لا تغيرك الليالي ويغريك الغياب سلام وتحداني والجفا منك حاديني حد نبض قلبي يوم ودى ونبضه يوم جاب ما يقول الا عسى الله يسامح ويهدي عد غلطاتك على يدك
واحسبها حساب انساها ومسامحك واذبح نفسك فدك وديك الغلطة اللي تعاب وتستعاب غلطة ضيعت عمري وراها وجهدي طعن جهد من سيف عنتر ومن شلف هذه تنتهي بين الضلوع القصار وتبتدي ما هقيتك يوم الاتساد تسترها الثياب بالجفاء عريت صدري عريت جسدي ليه وانا اللي عشانك تحديت الصعاب في دروبك متعب قدام رجلي بالعدي ضواني الليل سريتها بلي اركب ونويت سهيل وجهت وجهي للجدي من عذابي كل خطوه وخطوه من عذاب الليالي سرمديه ودربك سرمدي وين يمم شوف عيني وانا اخي لك سراب كل ما ضميت زولك تلاشى من يدي مذهب حالي بطاريك يا مال الذهب ما بقى في القلب من سبتك عرقن ندي نسيتك فاعرف اني موارا فالتراب وانت ذكرتك عسى الله يسامح ويهدي وانت عدتك المشاريع واخطاك العتاب اعرف ما انت بسنافي ولا انت بسنافي خلونا نسولف كذا يا خلونا نسولف كذا طبق شباب شباب خلونا نسولف من الطبقة هادية سولف كذا أنا طبقة سلطان الهادية هذه تسبب لي أبوه هواجيس أنت طبقتك العالية هذه تسبب لي صنج في مخي اجلس يا حبيبي اجلس يا سيار صباحي شو قيل رفيق ما يغني بالمعروف والجمال أنا سيار ما تذهب سدى كان تكرهني تبغى يواجهني ظروف في الفوبة كان لامت مع رأس الهدى عطنا معك ما خرف مشعان في الهابيات أنا ما يقولك في بعض القصائد تتمنى انك تحبها عيل جدا لدرجة قد ما تقولها ما تمل منها ايه اللي يقول فيها مساء الخير هالمرة بلاش اسف على التأخير الله مدام الرد بعيون دموع بكل تأخيرة تأخير ثقل دم العذر ولا كسح وجه الخطأ تبرير مدام تعارفها وضعي أجل وشو لها الحير الله أنا ما جيت لأجل أسمع سواليفك عن التقصير أعرف أن الخطأ مني بلاش نعيد هالسيرة أنا وانتي حكايتنا مثل صدر السماء والطير كثير اللي يطالعها ولا أحد طالها غيره أنا وإنتي حكايتنا مثل لعبة وطفل صغير مع أنه دوم يهملها رفض يسمح بها الغيرة أنا وإنتي بلاش إنتي أنا لو أفقدك شي يصير عليم الله لما إنتي فلا مريت هالديرة تعالي نحترم شيبة غلانة العنب والتصوير تعالي نغتنم فرصة لقانا دامها قصيرة مساء اللي تبين أنت حاضر ولا تزعل صباح الخير مدري شلون إذا في دمعة تسخيرة والله نسيت يوم تهرجون عن الضلعان أبعلمكم سالفة طمية مقلع طمية في كشب عانها بينهم الدوم وعشيرة هدي أرضي تسحولها عشيرة عانها دون الطايف أيوه حقت الهجن إيه هذا ضلع اسمه طمية قصة أسطورية يقال أنه حب له جبل في حائل اسمه قطن من هم؟ طمية الظلع طمية حب له جبل؟ اسمع القصة برق البرق على حائل قطن لونها أبيض يوم برق شافها طمية فاقتلع نفسه من الأرض وراح راح مشي طبعا لو تجي على أثره يقولون فيه تلقى حصى من طمية موجود على الجرة هذه راح له مشي مسلم راح يوم اقبل على قطن قطن ضلع اسمه قطن ان شاء الله اني ما اخطي في الاسماء جاء ضلع اسمه عكاش اظنه عكاش اللي بحايل ايه عانها بين حايل والمدينه ايوه قفل عليه قفل عليه ما وصله قهره ووقف طبعا هي قصه اسطوريه لكن شو تقول الدراسات الحين طميه يوم تجيها لها حفره كذا حفوره بالارض يوم قاسه وطمية اللي بحايل قاعه له نفس المقاس ذا يوم ياخذون من حصى طمية اللي عانها عند عشيرة في كشب ذي في حرة كشب ويجون ياخذون من الضلع اللي عند حايل نفس الحصى قطن ضلع أبيض منطقة بيضاء إلا طمية سوداء طبعا أنا ما زرتها إيه ناوي أزورها حلو الأجانب وهذا طبعا خالد الفيصل أمير منطقة مكة سوى لها مزار ويجون هالأجانب يقولون حتى على دربها يلقون حجر منها لأنها ضلع حارة ويوم يجون في الضلع اللي عند حائل ذا اللي قبل قطن واللي عند عكاش هو الضلع الوحيد يقولون لي اسود في المنطقه انا ما جيتها طبعا هذه على حسب المقولات اي لون حره الضلعان هناك بيضاء فتقول الدراسات فعلا ان الضلع ذا من الحجاز من بين الحجاز ونجد الديار ذي حلو انه من الارضيك فيه بيت للشاعر سمي بقمي الله يرحمه يقول الهوى قدامنا شد الطميه قطعه من كشب شدت يم بان الله قصيدة طويلة فيها قصائد فيها أبيات الخالد الفيصل مقلع طمية
طميه، شد الطميه، اي شديد الطميه. فهي قصه اسطوريه، انا ودي اني اول ما اطلع ان شاء الله ابزورها بحاي. شوف هي اسطوريه ترى، بس يوم تجي للدراسات تقولها صح. اساطير البدو واجد، مثل عندنا جبل الاربع، اربع اصابع جبال الاربع ودخنه. كيف اربع ودخنه؟ اربع يسمونها انتم هضاب، اربع هضاب وجبل عود اسمه دخنه، واربع هضاب يسمون الاربع ودخنه. يقول واحد جاء له واحد يبغى لهم من هالديره مو من هالحزه، قال ابوك تزوج بنتك، قال وش مهرها؟ قال اربع ودخنه. اربع ودخنه اريع واضح اللي بها اربع نوقات والناقه الغاليه دخنه. يوم عرس ودها صوب على هذه وقعدت الى يومك اربع ودخنه. اسمها كذا اربع ودخنه، هي قصص اسطوريه. سلطان هنا دوب يستوعب، دوب يصحى من استيعابي. طمية هذا إنسان ولا جبل؟ جبل هنا، هذا جبل، جبل اسمه طمية. خضران ولا راح بالي إنسان. اقتلع نفسه من الأرض ومشى لين حايل وقف دون جبل. هذه خرافات. للحين إيه هي أسطورية، لا تصدق ولا تكذب. فيوم تيجي الموقعها اللي شدت منه اللي هو محفور، اكتب في جوجل، اكتب في أي موقع تشوفها. يوم تيجي الحصى اللي فيها. يعني المواري تقول إنها شدت. المواري والدراسات تقول إنها الضلع هذا المفروض إنه في الأرض هذا، ما هو في حال. المفروض انك ترجع لين يركب من هنا اي بس بالعقل ما تصدق. جبل يقتلع نفسه ويمشي، ما تصدق. مو اسطوريه، لا خرافه، خرافه اي ما تصدق. لكن طيب انا مع الرجال، واحد حب ضلع. بس يوم تشوف الدراسات هي فعلا يعني طيب. صدق موجود توحي بنسبه كبيره ان الضلع ذا. دقيقه ابغى جادل الاخ حمد الموضوع. طيب الحين تقولنا خياليه صح؟ طيب كيف بقى مكان الجبل وكيف اتفاق المقاسات والشكل انه مكانه هنا ما هو هناك؟ كيف جادل سلطان؟ جادل لا انا سلطان هو اللي تقوله. لا لانك شارك لا خيالية. انا خياليه صحيح. جبل الدراسات يدخل في مخه. الدراسات تقول انه مش ما تدخل مخ الله عز الله عز وجل قادر على كل شيء، بس ما يدخل مخ ان ضلع طلع وراح يمشي لين. الله اكبر الله